أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد عن قرارها بعدم فرض حظر شامل على مشاركة رياضيين روس في أولمبياد ريو هذا العام، ويمكن أن يشارك رياضيون الذين يلبون شروطا معينة. ومع ذلك سيقيم فريق سباقات المضمار والميدان الروسي الذي حذر من المشاركة بألعاب القوى الدولية في وقت سابق بسبب المناشطات المحظورة. قالت اللجنة الأولمبية الدولية أنها قررت عدم فرض حظر شامل على مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد ريو من أجل حماية الرياضيين الأبرياء والعدالة الأولمبية. أما حظر الرياضيين الروس المشاركين في لعبة معينة على وجه التحديد سيقرر من قبل الاتحادات الرياضية الدولية. We have decided today that no Russian athlete. قررت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد أن الرياضيين الروس الذين يلبون شروطا صارمة يستطيعون أن يشاركوا في أولمبياد ريو هذا العام، وستحلل الاتحادات الرياضية الدولية سجل المنشطات لكل رياضي على حدة، ومن المؤكد أن نتائج الاختبارات ستكون من أجهزة دولية موثوقة. وأكدت اللجنة الأولمبية أنها لن تسمح لأي لاعب روسي بالمشاركة في أولمبياد ريو إلا بعد تجاوز فحوص من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية الدولية ومحكمة التحكيم الدولية. كما سيخضع اللاعبون الروس الذين تم السماح لهم بالمشاركة في الأولمبياد لفحوص إضافية صارمة. وعلاوة على ذلك، لن تسمح اللجنة الأولمبية الروسية لأي لاعب روسي عوقب بشأن المنشطات بالمشاركة في هذه الدورة الأولمبية حتى لو انتهت فترة التعليق، الأمر الذي يعني غياب 67 لاعبا روسيا عوقبوا من قبل محكمة التحكيم الرياضية في 21 من يوليو الجاري. وقال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية موضوعي ويخدم تنمية الرياضة العالمية وتضامن العائلة الأولمبية، مشيرا أن اللاعبين الروس سيكملون الفحوص مجددا ليتمكن اللاعبون الذين لم يتورطوا في استخدام المنشطات من الأولمبياد، مضيفا أن بلاده ستصلح نظامها لمكافحة المنشطات. فيما يتعلق بالشروط التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية للمنتخب الروسي، أثق باستيفاء أن الشروط رغم أنها صارمة وتعد تحدي مثبت لنا،